يقول السائل: كيف أخرج زكاة الفطر هنا؟ هل أشتري أرز ثم أخرجه؟ ثم أنا من مصر ولم أعرف فقيرا حقا بهذه البلاد، هل أعطي لأي فرد أحسبه فقير؟ ثم هل أخرج زكاة عن أولادي في مصر أم عن الذي معي هنا فقط؟ الأمر واسع في هذا. إن شئت أن تخرج فطرتك هنا وأولادك يخرجون فطرتهم في بلدهم، فهذا هو الأصل وهو الأحسن، إنك تخرج فطرتك في هذا البلد، والفقراء موجودون يتعلقون بالناس الآن في الشوارع، أعطهم فطرتك، اللي يسألون أعطهم فطرتك، أن تخرج فطرتك أنت بهذا وأولادك يخرجون فطرتهم في بلدهم. ويجوز إنك تخرج فطرتك وفطرة أولادك هنا، يجوز هذا. ويجوز العكس، إن أولادك يخرجون فطرتهم وفطرتك في مصر، يجوز هذا. كل هذا أمر جاي، المهم أنه تخرج صدقة الفطر هنا أو هناك، هذا هو المهم.